مسافات طويلة قطعها هؤلاء المغتربون الراغبون في السفر إلى السعودية، وأموال طائلة أنفقوها في سبيل الوصول إلى محافظة حضرموت التي فتحت أبوابها لجميع المواطنين اليمنيين، لم تشفع لهم لتلقي لقاح فيروس كورونا بشكل سلس وكريم، ليجدوا أنفسهم في معاناة جديدة بعد أشهر قليلة من أزمة فحص فيروس كورونا. نطالب وزارة الصحة أقايمنا بها تنتهي، في بعض الناس ما عاد لها من أسبوع، وطالبين جرعتين من أسبوع، يعني في كل جرعة أسبوعين. طالب الجهات ما حصلنا أي مسؤول، ما حصلنا أي مسؤول نطالبه أو أي قناة نتكلم معها. تعبنا، يعني قاعد الواحد يبيع حتى ذهبه داخل بيته علشان ينتقل من منطقة إلى منطقة. والله العظيم ناس باعوا ما تحتهم ما فوقهم، احنا منتقلين من منطقة إلى منطقة على أساس هذا. كل المحافظات تصطف على سيئون وتريم، يعني المحافظة الثانية ليه؟ ما هم شي يمنيين ولا وش؟ دول لحالهم. أسباب مختلفة سببت هذه الازدحامات في مراكز تلقي اللقاحات كانت متوقعة، كون آلاف المغتربين قدموا من محافظات أخرى لعدم توفر اللقاحات بمناطقهم، وهو ما أخرج الوضع عن سيطرة القائمين على هذه المراكز القليلة. وصراحة لا يمكن، نحن الآن في الموقع هذا في مديرية تريم الذي أصبح الوحيد يمكن على مستوى الجمهورية الذي يعمل اليوم ويوم الأمس، لا يمكن لموقع مهما بلغنا من فرق صحية ومهما بلغنا من أعداد أن نطعم هذا الجمهور وهذا الشعب الذي يتوافد علينا. الأمس لقحنا حوالي 1000 شخص، واليوم لازلنا نشتغل بكامل طاقاتنا. ولكن نقول للأخوة في وزارة الصحة والأخوة المسؤولين في هذا البلد، يا أخوان لا يمكن أن نحن نشتغل عمل الجمهورية في منطقة واحدة، يجب أن يكون هناك توزيع للقاحات في جميع المناطق. أزمات متتالية يعاني منها المواطنون اليمنيون تأتي في ظل وضع سيء تعيشه البلاد، وشكاوي المواطنين من عدم استجابة مسؤولي الدولة لمطالباتهم ووضع معالجات للمعاناة التي باتت ترافقهم أينما حلوا وذهبوا. معاناة كبيرة يعانيها هؤلاء المواطنون في طريق حصولهم على لقاح فيروس كورونا، بعد أن أغلقت في وجوههم جميع الأبواب وبحت أصواتهم في مناشدات لا يبدو أنها تلقى استجابة حتى الآن. لقناة المهرية، عبد المجيد باخريصة، حضرموت.